مرة كلنا نفقد الوطن وأقصد هنا الوطن الفيزيائي، أما نفقده في إثناء حياتنا أما عند الموت عندما يفتح أمامنا أبواب المؤدي إلى وطن ثاني، وفي ذلك الوقت العالم الشعب أنت تعيش معهم سوف لا يعني شيئا. أذكر بني إسرائيل وهم في الصحراء لمدة 40 سنة باحثين عن الوطن لكن لم يجدوا، لكن في النهاية الله سبحانه وتعالى فتح لهم الطريق المؤدي إليه وهم وجدوا الوطن في الله سبحانه وتعالى. الله أصبح وطنهم الحقيقي، هذا السبب هم صاروا شعب الله المختار. وعندما الله سبحانه وتعالى فتح أمامهم الباب المؤدي إلى الوطن الفيزيائي فهم فقدوا صفتهم شعب الله المختار، عشان جزء منهم أصبحوا ضالين وجزء ثاني لم يزالوا مؤمنين مخلصين. شوف الناس حواليك في هذه الأيام، انت تجد بينهم شعوبا وقوما منهم الذين ليس لهم وطن، ربما لديهم بعض الأوراق ومستندات إنهم ينتمون إلى هذا الشعب أو تاني، لكن بالحقيقة هم ليس لديهم وطن في قلبهم. مثلا المهاجرين يأتون من بلدان بعيدة ويعيشون معك، أما الغجر الغجر قوم يعيش معك من مئات السنة وليس لهم وطن حقيقي، وجزء منهم يختار الذنوب وجزء ثاني يختار الإيمان، والذين يؤمنون بينهم فهم مؤمنون مخلصين. لماذا؟ لأنهم وجدوا وطنهم الحقيقي في الله سبحانه وتعالى. ربما هم شعب الله المختار في هذه الأيام. يلا سوف يفتح أمامنا أبواب الوطن الحقيقي يوم من الأيام، ربما عند الموت، ربما قبله، إن شاء الله قبله. يلا لنجد هذا الوطن الحقيقي في الله جميعا، لنكن جميعا شعب الله المختار، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا في هذا الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.